السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قد أتانا فرخ ليكرا وها قد أصطدناه وناف سعودي لتصويره، ولكن قبضنا عليه قبل أن نصوره، قبل أن ينزل في القفص، فنلاحظ لا ندري أنثى أم ذكر. يأكل وليس هنا، انظروا. هو مطمئن وفي راحة. انظروا إلى تربية الأوروبيين لهذه الطيور. وكأنه كان في القفص. سبحان الله، دائما العرب مخربين، يخربون كل شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. لنذهب ونستطلع على هذه الأنثى التي أمسكناها. أوه ما شاء الله ما شاء الله، صغيرة، انظروا إليها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، أعجبتني هذه الأنثى. أنثى جميلة، لنخرجها ونرى جمال هذه الأنثى. هي أنثانا التي أمسكناها، بسم الله ما شاء الله، وكأنها ذكر. انظروا إلى ذلك الجمال في الجناح. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أصدقائي أحبابي إخواني، تابعونا على قناة الصيد البري من سوسة تونس، ولكم مني ألف تحية وشكر على دعمكم لقناتي. جزاكم الله كل خير، بوركتم وفيكم بارك الله. وهذا فيديو، هذا الفيديو صيدنا هذا اليوم، اصطدنا أنثى جميلة صغيرة في السن. كيف عرفناها صغيرة في السن؟ ليس لها حاجب كامل، ليس لها حاجب كامل. انظروا إلى ذلك الأصفر الذي فوق العين، والذي هو يسمى الخد تحت العين، ما زال أصفر باهت، أي بارد لونه. عندما تجدون اصفرار واضح مع نوع من الاخضرار، فذلك هي أنثى بالغة. وإن شاء الله إذا أمسكنا أنثى بالغة سأعطيكم الفرق بين الصغيرة والكبيرة. فتابعونا ولا تنسونا دعم هذه الصفحة. بوركتم وبارك الله فيكم، وفيكم بفيديو جديد إن شاء الله.